يستخدم البشر الموارد الطبيعية بشكل أكبر مما تستطيع الأرض تعويضه كل عام، مما يؤدي إلى إزالة الغابات والتصحر وتآكل التربة وتلوث الهواء والماء. لما نترجم جملة زي الجملة اللي قدامنا دي، لازم نحدد عناصر الجملة الأول. يعني الجملة في اللغة العربية زي ما أنت شايف ممكن تبدأ بالفعل وممكن تبدأ بالفاعل. اللغة الإنجليزية ملهاش غير طريق واحد، لازم أبدأ بالفاعل. يعني لازم أحدد الفاعل هنا إيه عشان أبدأ بيه، اللي هو هنا البشر، ثم الفعل اللي هو يستخدم، ثم الموارد الطبيعية اللي هي المفعول. لازم يكون ترتيب الجملة بتاعتك فاعل فعل مفعول. فهنبدأ هنا بالبشر اللي هم humans، الفاعل بتاع الجملة humans البشر. لما نيجي للفعل اللي هو هنا يستخدم، لازم نحدد زمنه، ما نستخدمش أي زمن وخلاص. الجملة اللي قدامك دي بتتكلم على واقع أو على حقيقة، يبقى تتوصف في المضارع البسيط اللي هو التصريف الأول للفعل ويضاف له إس إذا كان الفاعل مفرد. هنا الفاعل مش مفرد، جمع، يبقى الفاعل use يستخدم، مش are using، مش have used، use مضارع بسيط. الموارد الطبيعية بشكل أكبر يعني فيها مقارنة بشكل أكبر مما تستطيع الأرض تعويضه، يعني اللي بيعمله البشر ده مقارنة بما تستطيع الأرض تعويضه كل عام هو أكتر مما تستطيع الأرض تعويضه، يبقى دي في مقارنة، يبقى لازم أستخدم more قبل natural resources، لازم أستخدم كلمة more قبل كلمة natural resources. بعد كده than the earth can replace، مما تستطيع الأرض تعويضه، لأن في مقارنة فاستخدمت more than. كل عام every year، مما which، لأن هنا أنت اللي جاي ده كله بيسببوا كل اللي فات، اللي هو العبارة كلها استخدام البشر للموارد الطبيعية بشكل أكبر من استطاعة الأرض تعويضه. في الحالة دي قلنا لو عايزين ضمير وصل يعود على كل اللي فات يبقى which، يؤدي إلى برضو مضارع بسيط leads to، يؤدي إلى مضارع بسيط leads to، إزالة الغابات deforestation، التصحر desertification، تآكل التربة soil erosion، وده طبعا كله بنحط كوما كوما كوما، وعند آخر حاجة بنحط and لما بنعطف كذا حاجة على بعض، الأخير بس اللي بياخد and the pollution of air and water. وطبعا في كلمات ممكن نستبدلها بكلمات تانية، يعني مثلا كلمة replace ممكن نستبدلها بكلمة replenish، يعني يستطيع تعويض أو يعوض، وكلمة تلوث ممكن نستبدلها بكلمة contamination اللي هي pollution أو contamination. العبارة الثانية معانا النهاردة، يتفق غالبية علماء المناخ على أن الاحتباس الحراري يحدث بالفعل وأن النشاط البشري هو السبب الرئيسي. واتفقنا على أن احنا نفكك عناصر الجملة قبل أن نبدأ في الترجمة عشان نرتب جملتنا باللغة الإنجليزية ترتيب صحيح. فانتهينا البداية غالبية علماء المناخ اللي هي الفاعل بتاع الجملة، ثم يتفق على أن هو الفاعل بتاع الجملة، ثم الاحتباس الحراري اللي هو المفعول بتاع الجملة، ثم يحدث بالفعل، وأن النشاط البشري هو السبب الرئيسي. كده فككنا عناصر الجملة عشان نرتبها إنجليزي صح. فهنبدأ بغالبية علماء المناخ اللي هي the majority of climate scientists. يتفق على أن agree that، agree that، وذات طبعا بيجي وراها جملة كاملة يعني عايزين فاعل تاني اللي هو الاحتباس الحراري global warming. يحدث بالفعل is actually happening، وأن and that، أن and that، النشاط البشري human activity، هو is الضمير الشخصي هو أو هي بعد فاعل يترجم verb to be، is the main cause أو the primary cause أو the major cause. إقامة المزيد من المشروعات الضخمة سوف يسهم في حل مشكلة البطالة. إقامة المزيد من المشروعات الضخمة، ده الفاعل بتاعي، سوف يسهم في، ده الفاعل بتاعي، حل مشكلة البطالة، ده المفعول بتاعي. دول التلات عناصر بتوع الجملة. Setting up more enormous projects أو great projects أو big projects، سوف يسهم يعني حيحل أو حيساعد في حل، ممكن أبسط الكلمات بما يناسبني ويناسب قدراتي، will help to solve مشكلة البطالة اللي هو مضاف ومضاف إليه، يبقى ذا كذا أو كذا،
the problem of unemployment. The problem of unemployment. في بدائل تانية، فمثلا بدل ما أقول will help to solve، ممكن أقول will contribute to solving. contribute معناها يسهم، وفي بتيجي معها to ثم verb ing. contribute to verb ing. we must economize on water because a drop of water means life. ترجمة من إنجليزي لعربي. فأنت حضرتك هترجم مثلا لابد أن، ومعرفتش كلمة economize، سيب لها مكان، لابد أن كذا الماء، ده اللي أنت عارفه، وسيب مكان لكلمة economize، لأن قطرة مياه تساوي حياة. نيجي بناء على العربي اللي طلع معانا ده نحاول نخمن الكلمة، سيبك من الإنجليش، يعني سيبك من العبارة باللغة الإنجليزية، وخليك باصص للعبارة اللي باللغة العربية، وحاول تكملها تكملة منطقية ومناسبة. لابد أن إيه المية، لأن قطرة مية تساوي حياة. ممكن نحافظ مثلا على المية تمشي، ممكن مثلا نقتصد في استخدام المياه لأن قطرة مياه تساوي حياة تمشي. اتبع هذا الأسلوب لما تكون في كلمة من إنجليزي العربي واقفة قدامك، ترجم العبارة كلها، سيب مكان لهذه الكلمة في مكانها الصحيح طبعا. بعد كده من اللي طلع معك عربي حاول تخمن الكلمة الناقصة أو الكلمة اللي منطقيا تكمل الكلام. استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم سوف يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة. طبعا أول ما تشوف ترجمة زي كده هتشد نظرك كلمة يضع مصر في مصاف، هتستصعبها وتحس ان انت مش عارف تترجم. افهم العربي وحوله العربي يدي نفس معناها بس سهل عليك، يعني ممكن نخليها بدل يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة يجعل مصر تواكب الدول المتقدمة. فانت طبعا هيكون مطلوب منك تحفظ كلمة تواكب وهتكون سهل عليه، أسهل من يضع مصر في مصاف. فهنقول using modern technology in education، استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، سوف يجعل مصر will make Egypt keep up with، ده معناها تواكب، keep up with الدول المتقدمة advanced أو developed countries. البيئة الريفية لها أثر إيجابي على صحة الناس، ولذا يفضل كثيرون الحياة في المناطق الريفية. البيئة الريفية the rural environment، the rural environment لها هنا معناها has verb to have. لما أقول لك مثلا عادل له منزل كبير، يبقى عادل عنده منزل كبير، فهنا لها معناها عندها، يبقى has أثر إيجابي a positive effect على صحة الناس on people's health. ولذا يعني ولذلك so أو أي كلمة معناها لذلك زي consequently زي thus زي therefore. يفضل الكثير من الناس، ما تترجمش يفضل قبل كلمة الكثيرون، الكثيرون الفاعل ويفضل الفعل، يبقى الفاعل يسبق الفعل، يبقى many of them الكثيرون منهم، أو many people الكثير من الناس، prefer حقيقة مضارع بسيط، prefer يفضلون living المعيشة in rural areas في المناطق الريفية. تصدر مصر العديد من المحاصيل إلى الدول الأخرى ولكنها تستورد الكثير من القمح. طبعا حبدأ بمصر Egypt لأنه الفاعل، تصدر exports مضارع بسيط عشان دي حقيقة وحيضاف للفعل S عشان Egypt مفرد. A lot of crops الكثير من المحاصيل أو العديد من المحاصيل، عايز تقول many crops صح برضو، عايز تقول several crops صح برضو. إلى الدول الأخرى to other countries، to other countries طبعا other بتستخدم مع الجمع و another بتستخدم مع المفرد، ولكنها but it دول كلمتين، يعني ولكن والهاء دي عايدة على مصر، يبقى but it imports تستورد a lot of wheat الكثير من القمح. بدون استصلاح الصحراء وبناء المزيد والمزيد من المصانع في المدن الجديدة فسيكون من المستحيل مواجهة مشكلة التزايد السكاني الخطيرة. بدون without reclaiming the desert استصلاح الصحراء، واحفظ كلمة reclaim reclaiming the desert and building more and more factories، building بناء more and more factories المزيد والمزيد من المصانع في المدن الجديدة in the new cities it will be impossible سوف يكون مستحيلا it will be impossible to face it will be impossible to face the serious problem المشكلة الخطيرة المشكلة الشديدة of overpopulation
الزيادة السكانية. طبعا مكتوب في العربي مشكلة التزايد السكاني الخطيرة. الصفة في اللغة الإنجليزية تسبق الموصوف، عشان كده كتبنا كلمة serious قبل كلمة problem. تعاني كثير من الدول الأفريقية من الجفاف والمجاعات، بالرغم من قيام الحكومات بتوزيع المعونات الغذائية على ملايين البشر، إلا أن هناك المزيد والمزيد من الناس في أمس الحاجة إلى المساعدة. يبقى هبدأ بالكثير من الدول الأفريقية. A lot of African countries تعاني من suffer from الجفاف droughts and famines الجفاف والمجاعات. Also governments بالرغم من قيام الحكومات، يعني بالرغم من الحكومات بتقوم بتوزيع are distributing، وممكن برضو أخليها مضارع بسيط عادي distribute food aids المعونات الغذائية food aids to millions of people. To millions of people يعني لملايين من الناس. الأرقام اللي هي زي 100 و 1000 و مليون، لو هو رقم محدد أنا ما بحطلوش اس، لكن لو هي رقم غير محدد بحط له اس. يعني لو قلت 2 مليون 2 مليون ما بنحطش اس في كلمة مليون، لكن هنا مليونز ملايين وما حددناش كم مليون يبقى بيتحط له اس. More and more people المزيد والمزيد من الناس are in dire need of assistance يعني في حاجة ماسة إلى المساعدة أو المعونة. ممكن تستبدل كلمة assistance بكلمة help، ممكن تستبدل كلمة dire بكلمة مثلا bad need يعني حاجة شديدة، في حاجة شديدة bad need. تقوم الآلات بتنفيذ معظم الأعمال في العالم الصناعي الحديث، ونتيجة لذلك ينتج العمال المزيد من السلع أو البضائع ويعملون وقتا أقل. هنا أنا ممكن أبدأ في العالم الصناعي الحديث على إن دي ظرف، وبعد كده أترجم الجملة بتاعتي، يبقى in the modern industrial world في العالم الصناعي الحديث. هنبدأ بالآلات، الجملة الفاعل بتاع الجملة machines تقوم بتنفيذ يعني تنفذ carry out معظم الأعمال most of the work أو معظم العمل. ونتيجة لذلك and as a result، وممكن نقول and as a result of this نتيجة لهذا، وممكن and as a result وخلاص. ينتج العمال، هنبدأ بالعمال، ينتج العمال، هنبدأ بالعمال workers produce فعل أول وبعدين الفعل. More goods الكثير من البضائع والمزيد من البضائع. And work less ويعملون وقتا أقل، لو حابب ان انت تقولها work less time يعملون وقتا أقل صح برضو مش غلط. وشكرا لحضراتكم.